ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم سيل معتلج البطاحي رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراحي. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وما زلنا مع أندى العالمين صلى الله عليه وسلم وفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحيني. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، يمكن توقفنا عند اللقاء السابق في قصة أبي الهيثم التيهان وزوجته، وكيف تصرفت هذه المرأة في وصيتها لزوجها لما يعني وقفت عند قول المصطفى استوصي به خيرا. ثم كان من العجيب حينما ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ما فعلته المرأة وبين الحديث عن بطانة الخير وبطانة السوء بالنسبة للوالي. فضلتك شايف الربط ده إيه دلالاته؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة قبل أن أجيب عن هذا السؤال، ورد في كلامك في الحلقة الماضية ان انت سألت وقلت هل ده تصرف فريد من هذه المرأة، يعني هذه المرأة كانت فريدة في هذا التصرف ولا ده كان تصرفا عاما في المجتمع آنذاك. الذي لاحظته انا من تتبعي لسير القرن، لسير الصحابة مع النبي رعيل الأول، رعيل الأول، جيل الأول، ان هذا كان سمة عامة عندهم، لانهم تأدبوا ب أدب القرآن وبتأديب النبي صلى الله عليه وسلم لهم. أنا يعني يرد علي الآن قصتان تقريبا نفس المستوى العالي الرائع الكعب العالي ده في التصرف، كتصرف امرأة أبي الهيثم. الموقف الأولاني موقف امرأة أبي الدحداح، لما كان أبو الدحداح رضي الله عنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط إليه ترجعون. فأبو الدحداح قال يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال أشهدك؟ قال له ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي. حائط أبي الدحداح كما ورد في بعض الروايات كان 600 نخلة. 600 نخلة أولا معروف أن العرب كانوا يعيشون على الأسودين، على التمر والماء. نعم. إذن التمر هو البضاعة الرائجة. نعم. اللي هو اللي عنده تمر يعتبر مليونير يعني. نعم. وبضاعته متباعة قبل ما تطيب كمان، وعنده 600 نخلة في بستان. قال مالي عند ربي إن أقرضته حائطي هذا؟ قال لك الجنة. قال أشهدك أنني أقرضت حائطي هذا ربي. وبعدين تصرم المجلس وانصرف أبو الدحداح، وكان البستان عليه سور، لم يدخل أبو الدحداح من باب البستان، وقف على الباب وقال لها يا أم الدحداح اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي. فسمع صوت المرأة من داخل وهي تقول ربح البيع يا أبا الدحداح. المرأة هي التي كانت تقول، هي اللي بتقول نعم ربح البيع، لأنه بيقول إني أقرضت حائطي هذا ربي، كالذي يقول إني استودعت هذه الوديعة ربي. الله. الذي لا تضيع عنده الودائع. يعني ما قالتلوش مثلا ليه عملت كده وسبت للأولاد إيه ومستقبل الأولاد هيروح فين؟ طب كنت تتبرع بثلثه، كنت تتبرع بربعه، كنت تتبرع بنصه مثلا. نعم. لكن تتبرع به كله؟ لم تقل له هذا، إنما قالت ربح البيع يا أبا الدحداح، لأن الجيل الأول رباهم الإيمان. في مثل آخر الحقيقة
أنا لما قرأته لأول مرة دمعت عيني. لا قرأته من قديم يعني من 20 سنة مثلا أو كده، دمعت عيني تو ما قرأته. ده عند أبي داود وأحمد وغيرهما بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار في سهم ثابت ابن قيس ابن الشماس. نعم ثابت ابن قيس اللي هو المعروف اللي كان رفيع الصوت والكلام ده، وقعت في سهمه يعني هم وزع الغنائم، وقعت في من نصيبه. قالت عائشة وكانت امرأة حلوة مليحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه ينبهر بها. قالت فلما رأيتها وقفت على باب النبي صلى الله عليه وسلم كرهتها، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيت. نعم ده نص الرواية. فدخلت فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، ما هو كان سيد بن المصطلق. نعم. وقد وقع بي من البلاء ما تعلم، كانت سيدة صارت أما. نعم. وجئت أستعين بك على كتابتي، وقد وقعت في سهم ثابت بن قيس ابن شماس. نعم. أنا عايز أقول أضيف إضافة قبل ما أكمل، إن ثابت بن قيس ابن شماس دي امرأته أول مختلعة في الإسلام، أول مختلعة في الإسلام. نعم. امرأة ثابت بن قيس. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الباب من بيته عشان يصلي الفجر لقاها واقفة قدام الباب، قال ما لك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس، كل واحد مننا يروح من سك. تمام. في مسند الإمام أحمد قالت، طبعا هي قالت له كما في الصحيح برضو، لا أعيب عليه دينا ولا خلقا لكني أكره الكفرة، لكنني أكره إيه؟ أن أكفر في الإسلام الكفر. نعم. العشير. نعم. فبتكفر العشير ليه؟ في مسند الإمام أحمد في روايات في بعضها مقال وبعضها متماسك أنه كان قصيرا ولم يكن جميلا. وحضرك إزاي؟ ولم يكن جميلا. ف يعني حتى أن المرأة قالت كلمة يعني لا أعرج عليها الآن، لكن هو ده ثابت بن قيس اللي هو إيه الذي وقع المذكور هذه جويرية المريحة في بنت الحارث. نعم. في نصيبه. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فسواك يذكر بانشراحي. فقالت إني وقع بي من البلاء ما ترى وما ما تعلم، وإني جئت أستعين بك على كتابتي. الكتابة إنها تجيب فلوس وتدفعها فدية عن نفسها مقابل ذلك تنال حريتها. نعم. زي بريرة لما أدت كتابتها خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها هل لك في خير من ذلك؟ فقالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي كتابك وأتزوجك. قالت قبلت. خلاص يبقى كده ايه النكاح تم. نعم. ليه ما يجيش واحد يقول لي فين الشهود وفين الولي وفين اللي مش عارفين ليه؟ نعم. لا، وامرأة ان وهبت نفسها للنبي أراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهو النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد في هذه الأمة اللي المرأة تروح تقول وهبت لك نفسي تاخدها بلا مهر. نعم. غير بقى العك اللي حاصل في فيما يسمونه بالزواج العرفي هو زنا صريح في الجامعات وغيره، تقول وهات السينمات والافلام بيقروا هذا الكلام ويجيبوا شويه ولاد ساقط العداله هم كمان مجرمين هم كمان يشهدوا بعض على بعض ويعتبروا هذا شهود وده زواج والكلام. نعم. خرج الخبر طبعا بني المصطلق اسروا ما اتغلبوا في الحرب. نعم. فكل واحد من المسلمين اللي وقع تحت ايده راجل واللي وقع تحت ايده ست واللي وقع تحت ايده ولد والكلام ده، المهم صار بني المصطلق كلهم ايه سبايا. نعم. مع المسلمين. اول ما خرج الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم صار زوجا لجويرية قال الصحابة جميعا اصهار رسول الله، يعني اللي احنا واخدينهم تحت ايدينا دول
صاروا أصهارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوا كل من بأيديهم من الأسرى عشان صاروا أصهارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي يبقى صهر النبي وعبد عندي مثلا، أو إنه يظل تحت يدي؟ قالت عائشة: فما أعلم امرأة كانت أكثر بركة على قومها منها، لقد اعتق بهذا الزواج 100 نفس. 100 نفس كانوا سبايا اعتقوا بهذا. يعني شوف النهارده يعني الصحابه، نعم، لما ما النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لواحد منهم اعتق هذا. اعتق، نعم، ولا قال لواحد منهم دول اصهاري، لكن كان عندهم حس. انا شايف ده حس عالي جدا، ان ما فيش حد قال لهم حاجه، لا بالقول ولا بالاشاره ولا بالايماء ولا باي حاجه. مجرد ما خرج الخبر قال لك اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوا من بأيديه من الأسرى. نعم، الصحابة كانوا كلهم كده. نعم، يعني هكذا ملك قلوبهم صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. عليه الصلاة والسلام. طب فضلت الشيخ، يمكن ده بيقودنا إلى البيوتات الآن. يعني شوف حضرتك كلمت في نماذج رائعة في أنه المرأة ظهير ونصير، وهي أولى الخطوات لنصر الأمة أن تكون تقية لله، ممتثلة لأمر الله جل وعلا. ده ناخد برضو منه إيه علشان نساء هذه الأيام اللي كتير من الناس بيعتبروا ان هم ما لهمش دور في هذا المجتمع بهذه الصوره، بل صارت المراه بضاعه حطها على اعلان، ولا حطها على كاوتش، ولا شراب، ولا معجون حلاقه. طبعا هو اللي عمل كده اليهود، هم الذين رخصوا سعر المراه وجعلوها سلعه. انا بقول بمنتهى الصراحه، من اهم اسباب نصرنا استقامه نسائنا. تاني شيء، من اهم اسباب طبعا استقامه نسائنا. لو استقامت نساؤنا، وبالله أحلف أننا سننتصر إن شاء الله. نعم. ليه؟ النساء، نساء الأمة في القرون المتأخرة فعلوا في الأمة ما فعله الرماة يوم أحد. ماذا فعل الرماة يوم أحد؟ تركوا ظهور الجيش مكشوفة. النساء هم ظهورنا. ليه؟ هم اللي بربوا لنا الجيل. وصدق من قال: إنك نصف المجتمع وإنك تلدين لنا النصف الآخر، فأنت أمة بأسرها. فالمرأة هكذا، المرأة الصالحة إذا علمت لماذا خلقت، وأن مذهبها كمذهب زوجها، كلاهما إلى الآخرة، يعيشون في الدنيا بأجسادهم وينظرون إلى الآخرة ببصائرهم. البيت الذي هذا شأنه يستحيل يكون فيه خلاف يؤدي إلى تدمير البيت أو تشقيقه. نعم. لكن هو الإشكال أن كل إنسان له مذهب. نعم. لا يتمذهبون بمذهب القرآن والسنة. نعم. فعشان كده أنا بقول الربط ما بين الوالي وبين المرأة، لأن المرأة أقرب الناس بطانة إلى الرجل. نعم. ممكن أنا أخرج في الخارج كل الناس عم الشيخ وبص على إيدي وبتاعه ومولانا وبركة ومش عارف إيه الكلام ده، وفي الوقت اللي تجد المرأة فيه بتحتقر الرجل. ليه؟ لأنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها. نعم. إذا قعد في بيته بيقعد يشوف الأفلام ويشوف مش عارفين الكلام ده، مش لازم يكون شيخ يعني. نعم. بمعنى شيخ، لكن واحد على الأقل ظاهره الالتزام. نعم. ما فيش ماتش كورة يفوته، وقد ممكن الدنيا تمشي أكتر من كده. يعني عايز أقول ممكن يكون في أشياء قبيحة جدا هو يتعاطاها ويزعم أنها ممكن تمشي وبتاع الكلام ده، أو أنه ممكن يكون سيء العشرة جدا جدا. يعني في بعض الناس اللي كان الناس يظنون فيهم الفضل والكلام ده، كان إذا امرأته أغضبته يذهب بها إلى دورة المية وحط رأسها فيها، ويطلع عشان يعظ الناس ويبكي الناس والكلام ده، ومولانا ويبوس على إيده والكلام ده. نعم. فأنا عايز أقول اللي يعرف مين حقيقة الرجل، المرأة اللي هي البطانة، اللي احنا نسميها أقرب الشيء إلى الإنسان، اللي نعم. هي البطانة. نعم. إذا صرحت هذه البطانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صرحت هذه البطانة يبقى خلاص. نعم. لأن البطانة لها أكبر التأثير على الإنسان، مهما كان ذكيا وعبقريا ويعني يفهم كل شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. كأن بطانة السوء لا يمكن لأحد أن ينجو منها إلا إذا أنجاه الله سبحانه وتعالى منها. نعم. زي المرأة إذا الرجل يعني إذا نصبت شبكاها على الرجل. في أشرف من يوسف عليه السلام في زمنه: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. نعم. قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. نعم. وأكن من الجاهلين. نعم. فاستغاث بالله عز وجل إن لا طاقة للرجل مهما بلغت مقاومته ورجولته
أن يقف في هذا الموقف كما يعني بنفسه إلا أن يعينه الله سبحانه وتعالى. فالبطانة أخطر شيء على الإنسان أي إنسان، وهي أخطر بكثير جدا جدا على الحاكم، لأن الحاكم مثل رأس العين يصدر قرارا ممكن يتلف الجماهير كلها بقرار. فالحاكم ينبغي عليه أن يبحث عن أفضل بطانة يكونون له كما كانت هذه المرأة لزوجها. كما كانت هذه المرأة لزوجها. إلى هذا الحد نتوقف مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، على أن نتواصل في لقاءات أخرى. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، دمتم جميعا في أمان الله وحفظه، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.